في أقل من شهر لمع نجم لبنان في أكثر من مسابقة عالمية، هذه المرة مع 4 شبان لبنانيين فازوا بجائزة Galactic Discovery Competition عن الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، شارك فيها أكثر من 25 بلدا. موضوع المسابقة تصوير فيلم من 30 ثانية يعكس روح المغامرة. فريق شولازيز الذي اعتاد أن يعرض أفلاما طريفة على موقعه صور فيلما في مناطق الزعرور، كفر عبيد، البترون وطبية، وفاز بالمرتبة الأولى. نحن وقت اشتركنا بالكومبيتيشن اول شيء قرينا الشروط تبع الاشتراك، ولاحظنا شغله كثير مهمه انه لبنان مش مدرج على لائحه البلاد المعقول تشارك من منطقه الشرق الاوسط وشمال افريقيا. هذا الشيء حمسنا زياده انه لا، نحن رح نشترك ونعمل شيء حلو ونبعث لهم اياه. بس فرجينا كذا منطقه بلبنان اذا بدك بجمالهم وبطريقه مهضومه، يعني اهم شيء فرجينا روح المغامره هي نحن كفريق. الهدف الاساسي من الكومبيتيشن هو كان مع فيرجن جالاكتيك تنربح رحله على الفضاء، بس بما انه ب 31 اكتوبر صار في اكسيدنت والسبيس شيب 2 يلي هي المركبه اللي بتطلع العالم على الفضاء اتدمرت ومات شخص، فوقفوا البروجرام تبع السبيس شيب، فوقفوا الفيرجن جالاكتيك بروجرام، فغيروا الجوائز، صارت الرحله على بوتسوانا. وبغض النظر عن نوعيه الجائزه، فلبنان من بلد مغيب عن المسابقه الى بلد يفوز بالجائزه الاولى. كنا مش كتير حاسبين لحساب انه نحن جماعه اصلا ممنوع نشترك وما حدا رح يعبرنا، يعني انه لبنان يعني هالنقطه يعني في مئات الالوف عم يشتركوا. تفاجأنا كتير يعني وقت دقونا من الهيد كوارترز بدبي لهالشركة وقالوا لنا. بتذكر أنا وجيد على التليفون ضلينا يمكن 3 دقايق ما بعرف عم نصرخ. جايزة ربحناها نحن هي سفرة على ساوث أفريكا على بوتسوانا، حنعمل تور بكل ساوث أفريكا تقريبا تكلفتها فوق $20,000 على الشخص الواحد. في المبادرات الفردية والشبابية لبنان في المراتب الأولى، لكن المؤسف أنه في المبادرات الرسمية والوطنية يعود إلى المقاعد الخلفية، هذا إن لم يخرج في اللحظات الأولى من المبارزة.